إن شاء الله تكون له مستقبل زاهر في إنعاش الاقتصاد الوطني والتصدير خاصة إلى الدول المجاورة، وإن شاء الله يكون بخير على المستثمرين في هذا المجال. إن شاء الله تكون أفاق واعدة للتبادل التجاري، وخاصة على المناطق الحدودية اللي تربط معنا هوشائج متاع قربة متاع مصاهرة ومتاع نفس المناخ نفس الاتجاهات نفس حتى المنتوج معناه. برضوي تاعنا هذا يقولوا له السيوش، برضوي ما شاء الله منتوج جزائري ومونتاج أوروبي، ماذا بينا نطلب من السلطة الجزائرية إن البرضوي تاعنا يصدروه إلى الخارج، ماذا بينا إلى الأجواء كل معناها الجزائر نخرجوه إلى أوروبا. عندنا كذلك منتوجات أخرى اللي هي البري فابريكي في كل في لي بوات دو جونكسيون لي لوغار وتوسا، متواجدين في المعرض هذا لتمثيل الشركه ولدعم الاقتصاد الوطني ولدعم الاقتصاد التصدير. الحكومه اوصت في العديد من اللقاءات بتجاره المقايضه، لابد ان نرقي هذه التعامل بتجاره المقايضه وتكون هناك آليات أخرى لتفعيل المناطق الحدودية، يعني لابد علينا أن نجد حلول واقعية لمشاكلنا في الولايات الحدودية. شركة خاصة لإنتاج الإسفنج ومشتقاته بجميع أنواعه والمفروشات، إن شاء الله الطموح تاعنا اليوم أن نصدر المنتوج تاعنا للخارج ونعرفه بالمنتوج تاعنا لأنه منتوج ينافس المنتوجات الدولية.